أعطيني زوم إن فيسا. وي سي الحبيب، أتو يجيك تعزيز توا. رونفور مش عزيز. كاليديو هذه آخرتها. لازي العملية متاع الكازينو ما نجحتش، يجديد واحد فونا أجون بتاعنا ومع السفير. أنتين. وي شيف. تكلم البروفيسور. حضر لنا فريق أرمي جوسكو دون. مفهوم وكان لزمته ونهبط أنا معاهم. حاضر شيف. مينور مش مينور يا بتاع المتفجرات وينو؟ ايش اخوي ايش ارحم وديك؟ شو كيف يمشي بشوية؟ ديك بشروهك هاي باستطاعتك تحي باستطاعتك باستطاعتك هاي تفضل وذو مش يعملوا هنا يمشي يعني خليهم 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 يشاهدوا البريمير مونديال القنبلة والفكر بتاعنا كيف يجي نحي القنبلة خليه يخف خليه يخف اخذوا اللوطه يا ولدي بيه زياد اسكت خذهم فاس شنو خذهم فاس خليه يخف خليه يخف روحو تيو يعرف ولا ما يعرفش هذا نعرف شبيك خاطي ارزاق نعرف انا بتاع قنابل خذهم فاس سايبو صحيح ساعدو حكا شبيك زياد هاي مكبوس عليك مقلقتك لا سيبو مش مقلقتني هي هاكا كسرتي مع اللبسه شبيك هي صفاء هي صفاء من حكيت من معناها اللوك لوك اما خويا هي عاد باش تترشق ما ترشقت انت لحظه برك لحظه هو نورمال ما هي لا انا ما قريناش على القنبله هذه وهذه قريت عليها ولا ليه ذكرت قرينا يا هي القنبله باش نضربوا راهو ليه شو هو نورمال مول خيط الاحمر شنو هي نورمال مول خيط الاحمر شنو هي نورمال مول خيط الاحمر ماكايفر انت ليه هاي فين من ناحيه خيط الاحمر كم شي ايه بتاع سماش هذه قاعده صفر اربع صفر ثلاثه حزون زياد زال عمرك في الدنيا معك منها دو جيستيس وهذا الكل علاش على خاطرك انديسيبليني ما تعمل كان اللي في راسك بورتون ما حبيناكش تمشي اما انت كما قال ما تعمل كان اللي يقول لك مخك اور احنا هما مخك تمشي معناها انت ما تعمل كان بالشيء اللي نحشيه لك في مخك وتنفذ الاوامر كما هي تمشي مون جينيرال تقرمش عارفي مون جينيرال من الصباح وهو يقرمش قرمش اجي هيت اجي دحيوا عليا شيبس وانت ركز معايا مليح يا اخي اش عملت انا خديت مخنتي ومنعته هي باهي برافو هاك منعت في بالك شنو اللي صار سفير تختف فلوس اتسرقت الدنيا تقلبت على خاطر المود اوبيراتوار نتاعك غلط انا خطفته سفيره توا لازم نشوفوا كيفاش نتصرفوا في اسرع وقت ينجموا يقتلوا سفير وهكا المخابرات نتاعنا المخابرات نتاعنا لبس عليها زيرو فوت واذا كان عندنا زيرو لهنا هو زياد مش زيرو بركة زو زيروات عليهم زيد اسمع انت تلهيه بروحك شم دخلك فيا تلهيه بالهربش نتاعك والجادجيت نتاعك ما تدخلش روحك مان هو عارف لا لا عشان اسمعني توش مني انا خاطر ريفونو انو موتون سمعني حكيت ريفونو موتون هذيا مون جينيرال خي العلوش بقدي ولا في الربيع ما قلش من 480 اما لو كان يدخل الصيف يفوت 700 بخلاف العلفه راهو العلوش ب 700 لا شويه جدي عايش اي في الصيف والله تشعل فيه النار 700 دينار وما تهزوش السيلونس شنو هذا؟ اجتماع باش نردوه الرحبه نتاع غنمه عارفي نجم نمشي
نيجاتيف. ماشي لتيبيرا. اسمح قد فكرت. عليه كيك مسكين بهذلته. الديستريبيتور رديته مقرعش. ولا الطفل اللي يتعدى هو بس بس والفلوس خارجة 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 خارجة. شو مدخلني أنا؟ أنت اللي فسدته. جنيرا على تنسون. احنا ولا تيبي بالقدر راهو. مفهوم؟ أنت قلت لك حكاية الديستريبيتور، أنت صبيت بيع. هي أنا قلت لك، وأنت شد هذه بي 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 بي، نقول لها ماي. هاي تحب نقول له معروفتك على حكاية بي بي؟ شنو هي 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 حكاية بي بي؟ خويا يخدم في الخارج كان الرب يعلم بحاله، كي تيح الليل نكلمه باش نهز المورال، ما نقول له بي بي، هو يقول لي بي بي، ما نقول له بي، هو يقول لي بي، ما نقولش خاي بي بي. بي بي. هيا البنات يجيو علي 3 2 1 اهلا يا سيا لا 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 اضرب شويه سامحني سامحني 3 2 1 اهلا يا زياد نورت البلاد انت مش شويه ولا تريف ترضى باللي يجي والله وحدك يا زياد والله شي زياد منع بابا زيدون مش منع باباك هو ذا منع البلاد انا ما نجم نكون كان فخور بيك يا زياد الشيء اللي عملته اليوم راهو بطولي انت كما نسور قرطاج انت هزيت للعلالي او حقد شو نعمل له انا هذا حرق لي الكوفرتير نتاعو واستقبلني بتناجر مع بناته سامحني انت تذكر كل شيء يا سي وقلت لبناتك بطبيعه الحال مجنون هاي لحظه توا تغزروا لي الناس كلها هنا تتبسموا ولا حذروا روحكم انا كيف باش نزرع الفلسه انتم تعملوا هكا اوكي تقعدوا هكا ثبتوا هنا هي صبعك هي صبعك 1 2 3 ايش تعملوا هنا انتم هبت صبعك شنو هسي شباب شبيكم لهنا انتم مشيوا استروا روحكم فيسع شنو قداش مره نبه عليك باقي لاهي ببنات الخلق واحد كلوشار كيف كنتي ما يتهزش بمقص النار امشي يخرج عليا هيا امشي يا خديجة كلم ولدك سمحني عم الازهر انت اليوم نهار كامل ش عملت خرجت مشيت تخدم قابلت عباد ما عندي ما عملت قمت غسلت عندي شوية كلاس داك غسلت وما قريت الجريدة وشربت قهوة ش مجيين بك في جد بابا انا ش عملت ش مدخلك فيا انت كلوشار صباح الخير يا امي صباح الخير بعيدش من تخيط الشوارع وتفصيلها والساريات وبنات الحلال بربي خليني يا امي راني اموري تعبه الايامات خليني مانيش تست شو مش بكبلت اش تعمل لا سافا سي بون ريانا سينيالي هاي مر علينا ليه عجو احمر خليت انا امسح عليك انا كاو سي بون يا مال والله نملت يا كاو سي بون ها سي بون كاو شدني كروب زياد معك اونتين زياد معك يا مال اهلا خرجت خلت الشيف يحكي وحده تي في بالي باهي سي بون اسمعني باش نبعث لك يا ودي في بالي نعرف باش نبعث لك التصويره بتاع التواج تو تعطيني سينيفيكاسيون بتاعها توت سويت
الوشمة هذه ترجع الأصول هندية. ها؟ ودل على واحد فقد إنسان غالي عليه. باهي باهي عايش خويا يخليك ديسبونيبل. نورمال انت شربت لي من قهوتي؟ رد بالك راه بس ما تعش فيك نعرف كل شيء. سامحني ما عادش بكري باش نسكر ورا. كان سالتني راني قلت لك التواليت مني. ايه ايه لح يلا اه عليه بنتي طرت فيها كيك نركب نحن فيها مش تلقى انا واحد لابسه بالاحمر هكاك. يا اخي التطواج نتاعك هذايا منين؟ نحب نعمل كيفه محليه. ما ننصحكش ماهوش باهي التطواج. كي مش باهي واش عملته؟ أولاً عملت موش في تونس، ثانياً حاجة ما تخصكش. إيه غزل لي لهنا. إيه قعد هون. لياس ولد اللص. منين تعرف؟ يبيع في الدروغ. شكون قالك؟ مات ليلة راس العام بأكسيدون. صحابو كل نعرفهم، أنت ما نعرفكش. تحب نحكي لك على علاقتك بيه بالبيوتيه؟